السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجع وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في مقرر جديد وفيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم باللغة العربية مع مقرر وظائف أعضاء النبات. بنتكلم على عنوان جديد في اللي هو العلاقات المائية مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة اسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. بنتكلم مع بعض على تركيب وخصائص الماء وبنبدأ بيها، لأن هي أي كائن حي بيعتمد في معيشته على الماء بشكل أساسي. ليه؟ عشان اللي احنا هنشوفه دلوقتي. فبنلاقي ان الكائن الحي ده ماله، المية بتشكل 80% من نسبة الكائن الحي، هو بيمثل الوسط اللي بيدوب فيه بقية المواد الموجودة في الخلية. مش بس كده، حركة العضيات أو الإنزيمات أو التفاعلات الكيميائية بتحصل بسبب وجود المية وتتوقف في حالة غياب المية. كما أيضا هو بيمثل دعامة الخلية ليه؟ عشان يحافظ على شكلها في حالة، وده نتيجة ضغط الامتلاء اللي بيحصل لما الخلية تمتلئ بالمية. أيضا بنلاقي إن هو بيساعد على عملية فتح وغلق الصخور الموجودة في الأوراق، بالإضافة إن هو بيحدد أو بينظم درجة حرارة الإيه؟ النبات. طيب، وعشان نفهم خصائص المية يبقى نروح على طول على التركيب الخاص بالإيه؟ المية. نشوف المية مع بعض حكايتها ايه. المية هي عبارة عن H2O، يعني ذرتين هيدروجين زي ما احنا شايفين وذرة اكسجين. ده التركيب الكيميائي. اللي بيحصل ايه يا جماعة الخير؟ الاكسجين بيبقى فيه 8 بروتون في الداخل، مش هنخش في تفاصيل كيميائية، اللي عايز يرجع للتفصيل هيرجع للكيمياء. المهم ان فيه 8 الكترونات، لو عديناهم مع بعض ادي 2 4 6 وادي 2 اهم 8. خلاص؟ طيب، جم بين الاثنين 4 8، 2 في المدار الاولاني لوحده، يبقى كده المدار الاولاني مستقر انه بيمتلأ ب2 الكترون، ومش هنخش في تفاصيل كيميائيه. وفي 6 الكترون في المدار الثاني اللي هو المفروض يبقى مستقر ب8، يبقى ناقص له كام؟ 2. طب ده الاكسجين. اما الهيدروجين عباره عن بروتون واحد موجب والالكترون واحد سالب. طب المدار الاولاني المفروض يتملى ب2، طب هيجيب الالكترون الثاني منين؟ فاللي بيحصل ان ذرتين الهيدروجين دول بيقربوا من ذره الاكسجين، بحيث ان الالكترون بتاع ذره الهيدروجين مع الكترون ثاني من المدار الثاني في ذره الاكسجين، لما يقربوا مع بعض في المنطقه دي بيعملوا حواليها رابطه تساهميه، بيساهموا يعني بيشاركوا مع بعض. لا، ما حدش فيهم بياخد الكترون لحسابه، وان كان الالكترون بتاع الهيدروجين بيكون قريب شويه او اقرب شويه لمين؟ لعمليه الاكسجين. ليه؟ لانه الالكترو او اللي هي بالعربي اللي هي السلبيه بتاعته، الكهروسلبيه بتاعته اللي هي قدرته على سحب الالكترونات والاحتفاظ بيها عاليه، فبيقربهم منه شويه لكن ما بياخدهمش للنهايه. وعشان كده لما بيكتسب الاثنين الالكترون دول، يعني بيقربوا منه شويه، فبيدوا له شحنات سالبه نتيجه ازواج الالكترونات بتوع الايه؟ الهيدروجين. طب لما الالكترونات دي تبعد عن الذره بتاعت الهيدروجين يحصل ايه؟ ما هي الذره بتبقى متعدده لما يكون البروتون قد الايه؟ الالكترون، يعني الموجب قد السالب، فياخد الهيدروجين الى حد ما شحنه سالبه، عشان كده بقول شحنه جزئيه. يبقى شحنة سالبة جزئية ناحية الأكسجين، وشحنات سالبة موجبة جزئية ناحية مين؟ ناحية الهيدروجين. يبقى الأكسجين سالب، ناحيته سالبة بالشكل ده. يبقى ذرة الأكسجين بنقول إنها أصبح كأنه قطبين زي المغناطيس، فأصبح في قطب سالب جزئيا، وهنا القطبين أهم موجبين جزئيا. بس هنلاحظ إن هنا قطب السالب ده عليه شرطتين، يعني 2 إلكترون اللي هم جم منين؟ من هنا. مع ملاحظة انها الروابط التساهمية ما بين الهيدروجين والاكسجين سواء هنا او هنا، الزاوية ما بينها بتبقى زاوية حوالي 104 وشوية، زي ما هو مكتوب عندنا كده 104 ونص تقريبا درجة. يبقى ده تركيب من الشكل بتاع جزيء المية.
وعشان كده بنقول جزيء الميه قطبي، قطبي يعني في ناحيتين، قطب سالب وقطب ايه موجب. طب ده جزء واحد، امال لما الميه بقى بتبقى كذا جزء مع بعض بيرتبطوا مع بعض ازاي؟ اهو اللي بيحصل، الجزيء ده هنا في سالب وادي 2 موجب، احنا عملنا زي ايد كده اللي هي الرابطه يعني، فالرابطه هنا بتحصل ما بين الموجب وبين السالب بتاع الاكسجين بتاع جزيء تاني. دي بتبقى عباره عن روابط هيدروجينيه اللي هي بتربط ما بين الاكسجين والهيدروجين، وبنقصد هنا الهيدروجين بتاع جزيء اخر مش الهيدروجين اللي في نفس الجزيء ده. يبقى دي رابطه هيدروجينيه، رابطه هيدروجينيه وهكذا. يبقى دي عباره عن روابط هيدروجينيه، يبقى ده تركيب الميه بيبقى بالشكل ده. جميل. طب لما الميه دي بتبقى محطوطه في اناء بيحصل ايه؟ بيبقى في الروابط الهيدروجينيه دي بنسميها هي اللي بتخلي الذرات تمسك في بعضها زي ما احنا شايفين. يبقى جزيئات الميه ماسكه في تماسك ما بينها خلاص عن طريق الروابط الهيدروجينيه اللي موجوده بين جزيء مين؟ الميه والجزيء الاخر. بس كده؟ لا، الحقيقه كمان بيبقى في رابطه هيدروجينيه من السالب ده للموجب اللي موجود على جدار الاناء الزجاج ده، في رابطه ثانيه بنسموها قوه التصاق. يبقى في قوتين بيتحكموا فين؟ في الميه، في جزيئات الميه وهي جوه الاناء. قوه التصاق لما بتلتصق بمين؟ بجدار الاناء برابط هيدروجينيه، وبالتالي بتعمل رابطه بالشكل ده، وهنا قوه التماسك بينها وبين بعضها، هو ده اللي يخليها متماسكه مع بعض. ولكن العلاقه ما بين القوتين، قوه الالتصاق وقوه التماسك، لو الاثنين بيساووا بعض هنلاقي الميه في مستوى واحد، لكن هنا في حاله الميه بلاقي ان قوه الالتصاق اللي هي لازقه هنا، عشان كده انا عامل ايد كبيره، اكبر من قوه التماسك ما بين الجزيئات، فتشد الجزيئات اللي على الحرف ناحيتها فوق، فتخلي الميه مقعره بالشكل ده من هنا، تخلي الميه مقعره زي ما هنشوف حالا دلوقتي اهو بالشكل ده. يبقى اذا الجزيئات اللي على الحرف بيبقى قوه الالتصاق كبيره اكبر من قوه التماسك، فتشدها ناحيتها لفوق شويه فتخلي السطح بتاع الميه مقعر. عشان كده لما بنيجي نشوف نقرا القرايه في البيكر او في الدوره او في السحاحه او في الاسطوانه المدرجه لازم نشوفها من الجنب عشان اشوف ايه، اقيس من هنا من الخطوات. المهم الميه بتبقى كانها عمود واحد. طيب ايه علاقه ده بقى بالنبات؟ احنا بناخد كل ده، طب ده كيمياء مثلا، احنا بناخده بالنبات ليه؟ لان الجدار بتاع الاناء ده يا جماعه الخير بيشبه في تركيبه، او العلاقه دي تشبه اللي موجود فين؟ في الاوعيه الخشبيه بتاعت النبات. ما هو الميه بتطلع جوه النبات في اوعيه، مواسير، انابيب اسمها اوعيه الخشب. اللي بيحصل ايه؟ زي ما احنا شايفين هنا كده، لو بصينا هنا كده يا جماعه الخير، نحط هنا ادي اهو، ادي الضوء دي عباره عن اسف نعيد الخطوه دي تاني اهو عشان يبقى الخط رفيع شويه. هنلاقي ان هنا في روابط هيدروجينيه في المكان ده، وادي رابط هيدروجينيه اللي بتربط جزيئات الميه اللي هي قوه مين؟ التماسك. وادي واحده تانيه اهي، ولكن في نفس الوقت الاقي نغير اللون ونعمله لون ازرق، الاقي ان في قوه مين؟ التصاق ما بين جزيئات الميه وبين الجدار بتاع الخشب. يبقى القوتين دول مع بعض يخلوا الميه كانها عمود واحد متصل ما بين مين؟ جوه اوعيه الخشب، وده اللي بيساعد على صعود الماء داخل النبات. يبقى قوه التصاق بين جزيئات الميه وجدار الخشب اللي موجود، في نفس الوقت قوه التماسك اللي موجوده بين جزيئات الميه. يبقى في قوه التصاق وقوه تماسك، والاثنين عباره عن روابط هيدروجينيه، الاثنين مع بعض دول يخلوا الميه عمود متصل ما تتقطعش، يعني ما الاقيش في النص هنا فراغ الميه مش واصله، لا ده ما بيحصلش، وده ايضا يخلي الشكل اللي احنا بنشوفه ده، يخلي سطح الميه يبقى مشدود دايما وفي توتر، بنسميه توتر سطحي. ليه؟ لو بصينا تاني على الصوره اللي تحت هنا هنلاقي ايه يا جماعه الخير؟ اهو انا هعملها لكم بالشكل ده. لو احنا عملنا ادي الجزيء اللي في النص بالمنظر ده كده، بيبقى القوة متزنة حواليه، يعني موجود بين جميع الجهات، فمتزن مش متوتر. اما جزيئات المية اللي على الحرف بالشكل ده كده هنا، دي بتكون متوترة، وحتى ممكن نعملها بلون اخر اهو، نعملها بلون ازرق
ونملاها جوه كمان بلون ازرق اهو، تبقى بالشكل ده. يبقى جزء الميه اللي على الحرف بيبقى متوتر بالشكل ده كده اهو. ولو انا عملت كل الجزيئات اللي هنا اهي بالشكل ده، كمان واحد اهو بالشكل ده، كمان واحد اهو، ادي المجموعه اللي على الحرف وعلى السطح اهو بتكون متوتره او في توتر يعني غير متزنه. ليه؟ لو بصيتوا ان في مشدوده لتحت ومن الجنب من هنا ومن هنا، لكن مشدوده مش مشدوده من فوق. ده يخلي سطح الميه متوتر، في توتر، توتر يعني غير قوه غير متزنه. ده يخليهولي يبان بهذا الشكل، وبالتالي بيبقى عامل زي الشبكه، فيمكن بعض الحشرات اللي هي وزنها خفيف انها تقدر تقف عليها بالشكل ده، وكان الميه جسم ايه؟ صلب. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ يبقى اذا ده زي التوتر السطحي اللي هي توتر جزيئات الميه اهي، نعلم عليها بالشكل ده كده اهو. يبقى هي توتر جزيئات الميه، عدم توازن في القوه في الجزء اللي على السطح. طبعا من ضمن صفات الميه ايضا سهولة تغيير حالتها الفيزيائيه من صلب لبخار والعكس الى اخره، وده هنشوفه في الفيديو القادم ان شاء الله. يبقى احنا كده اتكلمنا عن جزيء الميه وعرفنا تركيبه وخصائص جزيء الميه بالشكل ده، عشان ده هيوضح لنا وهيسهل لنا كتير من اللي احنا هنفهمه بعد كده في العلاقات المائيه داخل النبات. ان كنت وفقت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت فمن نفسي. اللهم علمنا ما تنفعنا وانفعنا بما علمتنا، وأراكم على خير، ونلتقي في فيديو قديم جديد إن شاء الله، جديد قديم إن شاء الله من فيديوهات تبسيط العلوم بإذن الله إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.